كان في النهارده تحرك من وزير التنميه المحليه ومحافظ القاهره ومحافظ الجيزه لمتابعه، يعني يمكن كان في جوله تفقديه بالفعل لوزير التنميه المحليه ومحافظ القاهره النهارده في عدد من المواقف، يمكن حضراتكم بتتابعوا هذه الصور لهذه الجوله لضمان انه الاسعار اللي تم اقرارها تبقى موجوده، التعريفه منشوره ومفيش اي تجاوز ليها. طيب ازاي هيتم احكام السيطره على ده عشان ما يحصلش تجاوزات؟ خلونا نعرف اكتر من دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه. دكتور خالد مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ رامي، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. اهلا بحضرتك، يعني طمنا، يمكن شفنا جوله معالي الوزير النهارده مع السيد محافظ القاهره، شفنا بعض التصريحات لمحافظ الجيزه، ماذا عن باقي المحافظات واليات ضمان انه التعريفه اللي تم الاعلان عنها سيتم الالتزام بيها؟ يعني يا فندم منذ الاعلان مساء امس الاربع عن الزياده من لجنه التسعير التلقائي، وكان معالي الوزير على راس غرفه العمليات واداره الازمات في وزاره التنميه المحليه من مقر الوزاره بالعاصمه الاداريه الجديده مع الساده المحافظين، بحيث انه الجميع قام بدراسه فروقات الاسعار نتيجه للتغير في سعر السولار بقيمه 1 جنيه، وكل المحافظات المصريه بدءا من اسوان حتى مطروح نزلت صباح اليوم القرارات ممثلة في شكل بانرات موجودة في كل المواقف سواء الداخلية أو ما بين المحافظات، مع إلزام كمان يعني السائقين على سيارات الأجرة وأتوبيسات النقل العام بوضع استيكر بيحدد رابط خط السير بالتعريفة الجديدة في ضوء الزيادة. وبالتالي كان زي ما حضرتك تكرمت كده التعريفة بتصل إلى في حدود 10%، وده على خطوط السير السريعة من الأجرة اللي كانت مقررة حتى أمس. بالإضافة إلى هذا، وزاك مع الوزير نزل على الأرض مع السادة المحافظين زي ما حضرتك تكرمت في كل من مواقف القاهرة ومواقف الجيزة. السادة المحافظين نزلوا النهاردة مع السادة سكرتير العموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المواقف، معاهم شرطة ومباحث المرور، كذلك الأمر إدارات المواقف اللي موجودة في كل المحافظات المصرية، بحيث يبقى التطبيق على الأرض ويبقى زي ما حضرتك تكرمت وعرضت في الصور مناقشة السائقين ومناقشة كمان المواطنين بحيث يتم. طيب دكتور خالد لو تسمح لي دلوقتي، رحت أنا هركب الميكروباص من موقف والتسعيرة الورقة متعلقة على الميكروباص، ركبنا وتوكلنا على الله وإحنا في الطريق، قال لنا لا سيبكم بقى من الحاجات دي، أنا هاخد منكم بدل 6.5 أنا عايز 7 جنيه، أنا عايز 8 جنيه، هنا المواطن يتصرف إزاي في لحظة زي دي؟ إحنا نزلنا أرقام موبايلات جديدة يا فندم مخصصة لهذا الغرض. اي مواطن من اي محافظه مصريه اتصل مع وزاره التنميه المحليه اداره الازمات غرفه العمليات واداره الازمات على 011-03-31-761. نكتب الرقم من فضلكم يا جماعه، معلش يا دكتور خالد نقول الرقم مره ثانيه، 011-03-31-761. كويس. طيب حضرتك اعلم مني انه من وقائع قبل كده، كمان في رقم كمان يا فندم. طب اتفضل يا فندم. 011-03-31-762. تمام. وفي رقم مبادره صوتك مسموع واتساب 011-50-60-67-83. طيب لحظه بس يا دكتور خالد، رجاله لحقنا الارقام؟ طيب اعتقد ان الارقام وصلت لهم. دكتور خالد حضرتك اعلم مني، ده كلام كله محترم جدا، ولما نيجي ننفذ بقى على الارض في بعض الاحيان اللي بيركب ميكروباص من دول وبيعلي عليه التعريفه في الطريق بيقول له يا تدفع يا تنزل، لو انا اشتكيت النهارده وكلمت الارقام اللي حضرتك قلت لي عليها ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا فندم ان السائق ده والعربيه دي هتاخد المخالفه، والمخالفه بتاعتها طبعا طبقا لقانون المرور هتطبق على السائق وعلى السيارة. طبعا المخالفات وفقا لقانون المرور مخالفات رادعة، وبالتالي يعني مش معقولة حضرتك عشان تاخد نص جنيه زيادة تسحب ترخيص العربية بتاعتك، ده جزء. الجزء الثاني المهم جدا ان زي ما اكد معالي الوزير صباح اليوم ان غرفة العمليات المركزية في وزارة التنمية المحلية رابطة مع كل غرف الازمات والعمليات لل 27 محافظة مصرية، بحيث ان احنا طول الاسبوع القادم من اليوم حتى أسبوع قادم متابعين على مدار الساعة تنفيذ التسعيرة الجديدة، وأي مخالفة طبعا هيكون هناك إجراءات رادعة
ضد أي مخالفين طبقا للقانون يا فندم. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية.